نعم، الغارات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا على قطاع غزة، ونحن مع ساعات جديدة لعدوان إسرائيلي جديد. الحصيلة ترتفع ساعة بساعة ويوما بيوم. هناك نتحدث عن 48 ساعة الماضية نحو 400 شهيد فلسطيني وأكثر من 700 إصابة، خاصة مع انقطاع الاتصالات. يقوم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد والكثير من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. في رفح أيضا نتحدث عن غارة على أحد السيارات المدنية، وفي خان يونس دبابات الاحتلال الإسرائيلي قصفت عدة أماكن وما زالت تقصف بين الحين والآخر، خاصة في منطقتين مختلفتين، المنطقة الشرقية في خزاعة وبني سهيلة، ومنطقة القرارة التي تدور فيها أيضا اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز في أطراف هذه المدينة. اليوم أيضا أجبر الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج والفلسطينيون واللاجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في هذا المخيم الكبير نسبيا ويقع في المنطقة الوسطى مقابل مخيم النصيرات، أجبرهم على النزوح. هذا المخيم الذي يقع على الشريط الحدودي والمتاخم لمخيم المغازي وأيضا قريب من مدينة غزة. هذا يعني كل النازحين الفلسطينيين جاءوا إلى مدينة رفح أقصى جنوب القطاع وسط هناك مخاطر كبيرة قد أتوا فيها عبر طريق صلاح الدين الذي كانت تتمركز عليه دبابات الاحتلال الإسرائيلي. في المنطقة الشمالية أيضا جباليا وبيت لاهيا هناك الكثير من الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وهناك أيضا بعض الفلسطينيين شاهدوا بعض جثامين الشهداء وعائلات بأكملها ملقاة على الأرض نظرا لعدم قدرة المستشفيات هناك على العمل وخروجها عن العمل وعن الخدمة وعدم قدرتها على انتشال المزيد من الضحايا. يأتي ذلك أيضا في ظل ارتفاع يوميا في عدد الشهداء والجرحى، أكثر من 20,000 شهيد وأكثر من 52,000 إصابة و300 إصابة منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.